وكعادتنا في صباح الخير يا مصر، دايما بنبدأ معاكم أولى فقراتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح وبمناسبة الذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع إكليل من الزهور على نصب التذكاري للجندي المجهول، وزار سيادته قبري الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر. أيضا ترأى سيادته اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أعتقد كمان جمال الخبر الجاي ده هو يهم جموع المصريين والسواد الأعظم من المصريين تحديدا، لأنه اجتماع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار. الاجتماع ده يمكن حضره محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والصناع والتجار، وكمان تم خلاله التوافق على مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع إكليل من الزهور على نصب التذكاري للجندي المجهول، وزار سيادته قبري الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة. كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء محمد حسن السويدي وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، واستعرض رئيس الوزراء أهم محاور تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، وقدم شرح حول جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتناول جانب من المحفزات اللي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وأيضاً خطة الطروحات الحكومية اللي تم تنفيذها حالياً بهدف منح دور أكبر للقطاع الخاص. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، حضروا محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والصناع والتجار. خلال الاجتماع تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن كافة التفاصيل الخاصة بها بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمناقشة إجراءات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بمختلف الموانئ المصرية. خلال الاجتماع تم الإشارة إلى أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 ل 30 سبتمبر 2023 بلغ 5.9 مليار دولار. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لتداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر بمحافظة بورسعيد، وإن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تماماً، حيث إن ظاهرة زبد البحر لم تؤثر على جودة الأسماك المتداولة بالأسواق. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. أيضاً بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. كما أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد. كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وحرصاً من القوات المسلحة على المساهمة في إثراء الوعي الثقافي والفكري لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور، نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي 16 للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023
اللي بتستمر فعالياته في الفترة من 2 ل 5 أكتوبر الجاري ببانوراما حرب أكتوبر. اشتمل معرض ذاكرة أكتوبر 2023 على مسرح ثقافي فني لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية ومديريات التربية والتعليم. حضر مراسم افتتاح المعرض عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والمعرفة وعدد من طلبة المدارس والجامعات المصرية. بالنسبة لأخبار المحافظات، يعني في محافظة الغربية تم افتتاح 3 ملاعب بمركز المحلة الكبرى، وده ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي. ومن الغربية نروح للشرقية اللي تم فيها توفير تمويل لأكثر من 18,000 مشروع للشباب ضمن مبادرة مشروع. كمان في المنوفية أحمد تم تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 450 أسرة بقرى مركز الشهداء. وفي البحر الأحمر تم تسليم متضرري السيول وحدات سكنية بديلة بمدينة رأس غارب. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الغربية تم افتتاح 3 ملاعب بمراكز شباب المحلة الكبرى بتكلفة إجمالية تخطت ل 2,700,000 جنيه، وده في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي. في الشرقية المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك قدم تمويل ل 18,972 مشروع بقيمة مالية بلغت 3,125,000,000 جنيه. المشروعات دي وفرت 55,510 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية. في الوادي الجديد احتفلت المحافظة بعيدها القومي 64 اللي بيصادف اليوم الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، واللي بيتزامن مع يوم إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1958 بدء إنشاء وادي موازي لوادي النيل يخترق الصحراء الغربية لتعميرها وزراعتها على مياه العيون والآبار بهدف تخفيف التكدس السكاني. في المنوفية نظمت مديرية التضامن الاجتماعي معرض لتوزيع الملابس الجديدة بمركز الشهداء لدعم 450 ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقريتي العراقية وكفر عشماء في محافظة المنوفية. في الأقصر شهدت أرض مطار البالون الطائر تحليق 72 رحلة بالون طائر تقل على متنها 1613 سائح من مختلف الجنسيات بسماء المحافظة، وده للاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء. في السويس شهدت المحافظة البدء في المرحلة الثانية من مشروع تطوير المدن السكنية بالسويس، وجرى اختيار منطقة الإيمان بحي الأربعين كأول منطقة تشهد التطوير، واللي بيتضمن رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وأعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف بالعمارات السكنية والإنارة العامة، وأيضاً صيانة مداخل العمارات السكنية والواجهات مع أعمال الدهانات، فضلاً عن أعمال الرصف وصيانة خطوط التليفونات والمياه والغاز الطبيعي وكذلك خطوط الكهرباء المغذية للوحدات السكنية. في البحر الأحمر أعلن مجلس مدينة رأس غارب تسليم متضرر السيول للوحدات البديلة المخصصة لهم بمنطقة حي الروضة، وده بعد إجراء المعاينات اللازمة. في جنوب سيناء تم تخصيص الحصة الأولى للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيدة بكافة المدارس على مستوى المحافظة بهدف بث الروح الوطنية والانتماء للوطن وضرورة التكاتف لتنمية وعي هؤلاء الشباب بقيمة الوطن وغرس روح الولاء والانتماء إليه.